رغم استفادة قرابة 4000 طفل من أبناء ورقلة من رحلات نحو مدن ساحلية، إلا أن سكان الولاية طالبوا الجهات الوصية برفع العدد الذي اعتبروه بالقليل مقارنة بالحصص التي خصصت لولايات أخرى. هذه السنة يعني تقريبا جميع الأولياء وجميع الأبناء يعني تقريبا يتمنون أن تكون هذه المبادرة أكثر عددا وأكثر إن شاء الله في السنوات القادمة. يعني العدد مقبول، لكننا نتمنى إلى زيادة الأعداد الهائلة لأجل إن شاء الله يستفيد كل مواطن إن شاء الله في الجنوب، وهذه فائدة الجزائر جميعا. وماذا بينا يزيدون أكثر العدد، ماذا بين البلدية تشارك والولاية، وماذا بين العدد راه ناقص يا ودي، راه تما ناقصين ياسر، كاين اللي يروح وكاين اللي ما يروحش، والولاد ياسر راه حنا ما عندنا لا ماء هنا لا بحر لا والو، حنا ماذا بينا رانا في صحراء معزولة. حرارة المنطقة وانعدام المرافق الترفيهية جعل الطلب متزايدا على رحلة التخييم من قبل أبناء ورقلة، ولعل الحل يكمن في توافر جهود جميع الهيئات المحلية والشركات الاقتصادية بالمنطقة. صراحة يعني قدر المجهودات المبذولة يعني من طرف مديرية الشباب والرياضة بدعم يعني ولاية ورقلة، إلا أن هذا العدد الهائل غير كافي، وعليه يعني من خلال هذا المنبر نوجه نداء إلى كل يعني البلديات والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية أنها تساهم كذلك في تنظيم مخيمات صيفية. الظروف المناخية الصعبة لأبناء ورقلة جعلت الأولياء يستنجدون بالسلطات العليا، فهل ستجد هذه الآمال تجسيدا على أرض الواقع؟